صراحة متحمس اليوم نشوفك في أرض الواقع، فهل اليوم إن شاء الله توعدنا وتوعد المشاهدين إنك بتتحفنا بشغلة؟ يا مرحبا يا مرحبا، هلا 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 اي هلا هلا، يا مرحبا يا مرحبا، بداية 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 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في البداية قلت أسوي نفسي محترم وأقول بالسلام عليكم، وإلا في النهاية أقول لكم تفضل على السجن. إي صح نسيت أنتم مقدمين. كيف الحال؟ شوف السحاب، شوف السحاب، ترى انت فوق السحاب. اي والله شوف السحاب. يا مرحبا يا هلا والله وسهلا. هلا والله، كيف الحال؟ ان شاء الله طيب، امورك طيبه، اللهم لك الصحه. هلا هلا يا مرحبا، هلا بشيفنا، هلا والله. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، هلا هلا. طيب امورك طيبه، شو الصحه؟ استريح، ابشرك استريح، ما يحتاج حط لي بس. لا يا حبيبي، يا مرحبا ومسهلا. يا هلا يا مرحبا، هلا والله يا مرحبا. حي الله الشيخ، الله يحييكم. هذه والله الساعة مباركة، يا هلا والله وسهلا. قطعنا عليكم الكلام، أبرك الساعات، شرفتنا وأسعدتنا، والله يحييك في مضياف برنامج النجوم، وأنت نجم من النجوم اللي ما شاء الله تبارك الله، يعني كاريزما وحضور جميل جدا وإبداع، وداخل علينا بلوك يعني مختلف. والله في البداية حب أسلم عليكم. الله يحييك، وأسلم على جمهورنا الغالي، جمهور بداية، واللي اقول لهم اني انا افتقدتكم يعني وحشتوني صراحه. وانا يعني في هذه المناسبه اقول يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد، من صنع مرجان لهم افضال بعد الله سبحانه وتعالى، احد الجمهور هذا والقناه بدايه. يا سلام يا سلام، الله يحييك اخوي مرجان، والله كلام ذهب، والله العظيم في الصميم، وادري انه طالع من القلب، والله من الصمام الايمن البطين الايسر، والله فعلا. بالله؟ يعني حددت ولا فعلا من البطين ايش؟ ايوه الايمن الايمن باء باء صمام صمام الايسر الايسر سين زائد صاد يساوي كم؟ سي سين. يا مرحبا يا مرحبا يا هلا اخوي مرجان، اول شيء منورنا واسعدتنا بحضورك الجميل، شكرا لك لاجابه الدعوه. بالعكس، هذا يسموه يعني زي ما تقول قناه بيتي الثاني. الله يسعدك يا حبيبي. وين كانت بدايتك؟ كيف انطلقت؟ كيف انصنعت شخصية مرجان؟ والله صناعة مرجان في بداية. يا سلام. إيه، ولا أنا قبل كنت يعني أشارك مسرحيات، مسلسلات، يعني أشياء بسيطة، أجزاء، مشاهدات بسيطة. بس أول مرة، أول وشو أول برنامج؟ يا سلام. أول برنامج شاركت فيه لا إله إلا الله. اول سلمت اول برنامج شاركت في قناه المجد، اي بس كنت ضعف. وبعدين خلا بديت اسلم نسينا ابو عناد، مسرحيات مع المدارس، حلو. وبعدين مسرحيات تبع اسبوع المرور، مسرحيات تبع بلديه الرياض، وبعدين شاركت في عده مسلسلات. لكن ابغى وين انصنعت نجوميه مرجان ثم انطلق؟ زد رصيدك. زد رصيدك، اي قناه بدايه. يا سلام. زد رصيدك كم؟ زد رصيدك اربعه. اربعه اربعه اربعه. وش كان الدور في زد رصيدك؟ سجان. سجان فينا شرك، الله يكفينا. يعني انت من اول وانت بالبدله ذي؟ ايه للامانه انا اول ما بصراحه يعني اول يعني انا شاركت كثير يعني قبل القناه، بس يوم دخلت بقناة بداية فقرة السجان مرجان السجان انطلقت. هذا الانطلاق معك أحد؟ كان معك واحد صح؟ كان لا من الحالي.
لا وبعدها جاء لا قبل كان في اثنين منهم كان في واحد اسمه علي وحيش اي الوحيش وحسن عماري حلو اي وبعدين انا جيت بعدهم اي لك تواصل معاهم ولا لا والله لي تواصل مع علي ايه لانه هو سوى عمليه اي اذكره ايوه وترك المجال خلاص ايه وكانت هذه بدايتي بصراحه انطلاقتي يا هلا يا هلا بصراحه يعني اللهم لك الحمد الفضل بعد الله سبحانه وتعالى قرات بدايه وجمهور بدايه طيب يعني زد رصيدك انت انطلقت من زد رصيدك اربعه طيب وبعدها بعدها اذكر البرامج شاركتها وش شاركت في الموسم الرياض مرتين طيب شاركت في لا القنوات قناه يعني كم البرامج شاركت في شباب البوم لا لا قناه بدايه في برامج زد رصيدك ايه اثنين ثلاثه صح أربعة خمسة ستة وسبعة ما شاء الله ما شاء الله, ما شاء الله. طيب اليوم وانت داخل لقناة بداية حلو أو لقرية زد رصيدك وش الشعور اللي مر عليك؟ شعور مختلف صراحة يعني تقدر توصف لي الشعور هذا؟ الذكريات والأيام الحلوة والجميلة واللي عشتها مع المتسابقين يا سلام ومع المقدمين والله ما أدري كيف أوصف لك الشعور بس انا جيت قبل فتره برنامج اسمه يا رب الاستوديو اي نعم اي كنت قبلها في داخل مستشفى متنوم 20 يوم سلام الله يجمع لك بالاجر العافيه وحكه بسيطه والحمد لله الحمد لله طلعت بعدها جلست فتره وجيت بعد ما سمعت القناه فتحت ورجعت قلت خليني اجي ازور الشباب وسلم عليهم يا سلام طيب راسك جيت وفعلا اول ما دخلت الباب القريه شفت عيني بس لمحه السجن والله دمعت الله والله الله. دمعت هذا وفاء وعطاء وابداع والله دمعت والامانه ما كان ودي اطلع كان ودي انام في السجن ذاك اليوم في السجن على مرة واحدة خليك جنب السجن لا طيب لا بنام جوا مكانه هذا مكان شاكس هو مشاكس والله هو مشاكس بهذل في المتسابقين لعب فيهم لعب يشوفونه يتلحشون يلحشون مرة بالله يذلون والله يذلون منه كان مسوي هيصة انت في زد رصيدك الحمد لله شباب كانوا مساعديني اللهم بارك حلو حلو طيب وهل لو قلنا لك الآن يا مرجان عندنا زد رصيدك تسعة بيبدأ هل تتمنى العودة لكيان زد رصيدك والمشاركة فيه؟ أكيد أكيد وش الشيء اللي يخليك تقول أكيد بكل ثقة يعني وبكل حماس؟ شوف كل حماس الشغل هنا ممتع للأمانة وتحس أنك أنت عايش هنا في واقعيتك يا سلام إيه لا يعني ما يربطك لا سيناريو وفكرة لا بالعكس أنت بتعيش هنا واقعيتك وتبرز مواهبك وابداعك يعني في مدى قصير يعني ما يحتاج ترتيب وسيناريوهات لا لا واقعيتك اللي تصنعك الامانه يعني يا سلام وانا بصراحه يعني استفدت من التجربه هذه استفدت اشياء وايد سواء داخل برنامج او خارج برنامج يا سلام يا سلام يا سلام وانت دائما مبدع يا حبيبي اي والله والله دائما مبدع والمكالة الجديدة تملاها ابداع ما شاء الله الحمد لله اللهم لك الحمد الله يزيدك من فضلك ونحمد الله عليها ارجع لابو عناد انا اليوم مركز عليك ترى